من الرماله الخط ايش قد واصل هسه 60%، يعني واصل لهنا، خلينا نقول واصل لهنا، بقت هاي ال 40%، نربط هنا بعد البصره مال العراق، مال علاقه بكل شبكه العراق. يعني نقدر يعني نقبل هذا الخط نفصلها؟ هذا افصلها مو نفصلها، لا افصلها والله في يوم من الايام. واخص الذكر يعني الان بما انه انت اللي سالت واقرب نقطه اللي هي المربد، شرحنا هذا المشروع يمكن تقريبا الساعه 3 بالليل. نعم، لانه هذا المشروع قلنا اذا اكتمل راح تقريبا 80% من الشت داون اللي يصير والانقطاعات وهبوط الفولتيه راح ممكن نتجاوزها في محافظة البصرة. مثل ما ذكر معالي أنه تجربة محافظة البصرة هي التجربة التي نجحت ويجب أن تعمم على المحافظات الأخرى. نسبة 80% البصرة تستثنى أو استثنى من شت داون في حال وجودها. والله شوف تصريف الأحمال، أنا أحكي اليوم خلعوفني كمحافظ، أنا أحكي شوية مهندس يعني باعتبار أنه نفس تصريف الأحمال سيتم تقريبا 80% مثل ما ذكر معالي الوزير، اللي كانت المشاكل اللي تصير عندنا عندما يكون بعض الانقطاعات أو بعض الشت داون نسميه من المحافظات الأخرى يأثر على إنتاج الطاقة وتصريفها في محافظة البصرة واستقرار الطاقة في شمال البصرة. الآن كان كثير من الفولتيات تهبط لأنه مشاكل ممكن أن نقل الطاقة. اليوم هذا الخط مثل ما تفضلت تقريبا 80% من هذه المشاكل ستحل، بقت 20% نعمل سوية مع وزارة الكهرباء مع معالي الوزير لكي يمر هذا الصيف بأحسن صورة لخدمة المواطن.